قبل 4 سنوات أنهى أسامة دراسته الجامعية في تخصص إدارة الأعمال، ومنذ ذلك الحين لم يحظى بفرصة عمل توافق تخصصه، برغم كده في البحث عن ذلك ما اضطره للعمل في مجال آخر ريثما يحصل على وظيفة مناسبة. لحد الآن ما جاتش الفرصة المناسبة يعني للتخصص أو اللي نشتغل فيه اللي تناسبنا، يعني وهينا بنشتغل في هالشغل شو بدنا نساوي. آلاف الطلبة الخريجين ينضمون سنويا إلى جيش البطالة. معدل البطالة بين الخريجين الشباب بلغ 51% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك وفق أرقام رسمية بيّنت أيضا أن 400,000 شاب وشابة بلا عمل، أكثرهم من الخريجين. أعتقد التحديات كتحديات على كل منظومة برامج التشغيل الموجودة بفلسطين في تحدي كبير. المطلوب الآن هي الناس لأن يدخلوا إلى عالم الأعمال، لا أفكر بوظيفة إطلاقا، الحل هو بإني أفكر في موضوع أبدأ مشروعي بذاتي. أنا وأصدقائي وصديقاتي، أنا وزملائي وزميلاتي، نجتمع مع بعضنا البعض، نلتم حوالينا البعض بعمل تعاوني. هذا الواقع المقلق كان الدافع لتوقيع اتفاقيات بين المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف وعشر جامعات فلسطينية برعاية وزارة التربية والتعليم كمحاولة لتدريب أعداد من الخريجين وتوظيفهم. هناك تفاؤل كبير جراء الإقدام على توقيع هذه الاتفاقية، وهناك شعور كبير لدى المؤسسة الآن بثقة بالنفس بإدماج هؤلاء الخريجين بسوق العمل، سيما أن الأرقام باتت فلكية وباتت تحتاج إلى التفاتة كبيرة لإدماج أبنائنا الخريجين في سوق العمل. نحن في المؤسسة الفلسطينية للتعليم لأجل التوظيف نريد أن نؤسس العلاقة مع الجامعات، لأنه هدفنا الرئيس والمشترك هو خدمة أبنائنا من الخريجين والخريجات في الجامعات الفلسطينية المختلفة. وتهدف الاتفاقيات إلى تسهيل متابعة وتوظيف خريجي الجامعات وخلق جسر مهني مع المؤسسات الفلسطينية القادرة على توظيفهم وإيجاد فرص للشباب والشابات الباحثين عن عمل. من رام الله أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن.